السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل والمحبب خير زاد. خير زاد نحمله في رمضان هو ذاك الزاد الذي يطهرنا في رمضان وينقل طهارتنا من حياتنا الدنيوية معا إلى عالم علوي إن ننتقل به في حياتنا الدنيوية في كل محطاتها، ثم بعد ذلك لنحط في رحال الله سبحانه وتعالى عندما نلحق بالرفيق الأعلى، ولكن ونحن متطهرون، نحن مزكون، نحن نحمل في هذا القلب كل معاني الحب لله ولرسوله وللمؤمنين وللإنسانية أينما حلت وأينما كانت. نحن في هذا الشهر سوف نقف عند هذه الرؤية، أو أحببت أن أقف معكم اليوم عند رؤية استوقفتني اسم لجمعية ربما يستغربها الكثير منكم كما استغربتها أنا. أنا وإياكم اعتدنا أن نسمع أن هناك جمعية تتعاطى مع المكفوفين، متخصصة في رعاية المكفوفين، ومتخصصة في رؤية وفي معاملة أولئك الفقراء المحتاجين، وربما هناك جمعية أخرى لها علاقة بالمساكين والفقراء، فهي تسعى عليهم وتعطيهم وتؤمن لهم حاجاتهم. ولكن كل هذه الجمعيات التي اعتدنا أن نسمع عنها أو اعتدنا أن نراها أو ربما عملنا في داخلها في لحظة من لحظات حياتنا تتعامل مع القضايا المادية، ولكنني أنبئكم أنني سمعت اسما لجمعية عجيبة. هذه الجمعية سوف تستغربون جميعكم عندما تسمعون باسمها. هذه الجمعية لم تنشأ في بلد فقير، ولم تنشأ في بلد غير حضاري، لم تنشأ في مجتمع يعاني معاناة كثيرة من قلة الأعمال وقلة الفرص وقلة المال، لم تنشأ من تراجع في هذا البلد من العلم. الجمعية اسمها بالحرف جمعية القوة في السرور. القوة في السرور، أي هذه الجمعية مؤسسة من أجل شيء واحد، أن تعلم كل من يتبع إليها وكل من يخضع إلى برنامجها، إذا أردت أن تكون قويا فكن مسرورا، إذا أردت أن تعيش حياة مستقرة فكن مسرورا، إذا أردت أن تتغلب على كل مشاكل القلق والتوتر، إذا أردت أن تتغلب على كل أمراض القلب وأمراض الضغط، إذا أردت أن تتغلب على أمراض التي تصيب حالتك النفسية، فما عليك إلا أن تتجرع من ذاك الكأس ألا وهو كأس السرور. كأس السرور، وهل السرور شراب؟ هل السرور هو عبارة عن كلمات تعصر وتوضع في كأس ثم بعد ذلك نتناولها، ثم بعد ذلك تسري في قلوبنا كأنها دواء يحركنا؟ السرور هو شعور، السرور هي رؤية يعيشها هذا الإنسان في واقعه، فإذا استطاع أن تصبح تلك الرؤية مسيطرة على كل أجزاء فكره وكل أجزاء حياته، عندها سوف يكون مسرورا بكل لحظة من لحظات حياته. لذلك نحن اليوم سوف نعيش معا لنقرأ كيف يدلنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون مسرورين. ولكن قبل أن أدخل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيش معكم تجربة قالها أولئك الذين يقبعون في تلك البلد والذين أسسوا هذه الجمعية. يقول أحدهم: إن المرض الأكبر وإن القاتل الأكبر الذي يفتك بكل المجتمعات بدرجة أولى هو القلق والتوتر. القلق والتوتر، إن هذا المرض القلق والتوتر يقتل ما يقارب 2 مليون شخص سنويا في العالم. 2 مليون في العالم يموتون ليس بسبب التدخين، يموتون ليس بسبب
تناول أمور لا يقرها الإسلام ولا تقرها الطبيعة البشرية. يموتون ليس في حرب، يموتون لأنهم يعيشون حالة من الانهزام الداخلي، حالة من عدم طمأنينة القلب، حالة من عدم السكونة، حالة من عدم الشعور بأنهم قوم يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة. يقول أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، لافت النظر كل من سوف يقرأ هذا الكتاب وكل من سوف يعيش معه، يقول لهم إن معظم رجال الأعمال، معظم رجال الأعمال في العالم الغربي يعانون من مرض التوتر العصبي الذي يدخلهم إما في أمراض قلب وإما في أمراض الضغط الشرياني، وهم الأكثر عرضة للموت. رجال الأعمال في العالم الغربي هم الأكثر تعرضاً للموت، ويقول هم يعانون من هذه الأمراض في سن 45 من العمر، في سن 45 من العمر يعانون وهم الأكثر موتاً. ثم يقول باقي أو متمماً الإحصائية إن أقل الناس إصابة بمرض التوتر العصبي، وأقل الناس إصابة في مرض القلق، وأقل الناس في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، أقل الناس إصابة في أمراض التوتر الشرياني هم أولئك الذين أتوا من إفريقيا أو أتوا من الصين أو أتوا من بلدان عربية يعيشون في تلك البلدان، لأن نظرتهم إلى هذه الحياة، ينظرون إلى الحياة بسهولة، ينظرون إلى هذا الكون على أن هناك قضاء وقدر، قضاء إن أعطاك وقضاء إن منعك. هناك عبارة عن طمأنينة لكل ما يجري في هذا الكون، لذلك تراهم هم الأقل مرضاً في ذلك الأمر. هذا الأمر وغيره الكثير، يقول ديل كارنجي كذلك: لقد عشت في نيويورك 35 سنة، 35 سنة عاش في نيويورك، قال لم يطرق بابي أحد في يوم من الأيام ليقول لي إنني هل تعيش مرضاً؟ هل تعيش ألماً؟ هل بك شيء؟ هل تعاني من شيء؟ ولكنهم كان كل شخص منهم يلتفت فقط إلى شيء واحد: كيف تجلب المال؟ وكيف تحافظ على المال؟ كيف تكون تملك قوة اقتصادية تتحكم فيها في كل من هم حولك كي لا تكون فقيراً؟ إذا أردت الاستقرار فعليك أن تكون غنياً. أمر عجيب. هل الغنى يجلب الطمأنينة؟ كم من أغنياء انتحروا؟ كم من أغنياء يعانون من أمراض؟ والمشافي في العالم الغربي مليئة. قال لي أستاذي ومعلمي عندما زار الولايات المتحدة الأمريكية ثم رجع، قال لي: لقد رأيت شيئا عجيبا في الغرب. كنت أسير في إحدى الشوارع في نيويورك، ما بين العيادة والعيادة توجد عيادة، ولكن قال كل هذه العيادات عيادات ليست أمراض عضوية، ليست عيادات من أجل أمراض الشرايين وأمراض الأعصاب وأمراض التي نحن نعتاد عليها في بلادنا. قال معظم هذه العيادات هي عيادات لأمراض النفس، لا يوجد إلا القليل جدا جدا من رجال الأعمال من ليس له مراجعة أسبوعية لهذه العيادات. كل شخص من رجال الأعمال، كل شخص من رجال السياسة لهم طبيبهم الخاص الذي يعالجهم نفسيا ويرفع من شأنهم أسبوعيا من أجل أن يوجد عندهم ذاك التوازن الذي يعيشون فيه. إذن المال والاستقرار والموقع الكبير ليس هو من يجلب الطمأنينة، لكن الطمأنينة تأتي من زاوية أخرى، الطمأنينة تأتي من القلب. لذلك قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مخاطبا الإنسانية بشكلها العام ومخاطبا المؤمنين
بشكل خاص، قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وليس الذكر كما يظن بعض الناس أو أغلب الناس للأسف، يظنون أنني إن أمسكت بسبحة أو جلست على في مكان في المسجد أذكر الله سبحانه وتعالى وأذكر أسماءه وأذكر صفاته، إنني بهذا العمل إنني أذكر الله سبحانه وتعالى. هذا نوع، النوع الذكر الأعلى والذكر الأعظم، هو كيف أستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في كل حركة من حركاتي، كيف أعيش مع الله، كيف أعيش مع الله في دعائي، كيف أعيش مع الله في صلاتي، كيف أعيش مع الله في صيامي، كيف أعيش مع الله في حركتي في واقعي، كيف أعيش مع الله عز وجل وأنا أعمل في مجتمعي، كيف أعيش مع الله وأنا أدير أسرتي، كيف أعيش مع الله وأنا أدير تجارتي، كيف أعيش مع الله في كل هذه الحركة، ثم بعد ذلك بعد أن أبذل الجهد المطلوب أسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يفيض علي سبحانه وتعالى الرضا. عندها كأنني أقول: يا رب، أنا قدمت كل ما أملك، أنا قدمت يا رب كل ما بوسعي أن أقدمه، ولكن المسألة في نهايتها وفي أولها في كل شيء في بركتها هي عندك يا الله، هي ملكك يا الله. لذلك هو هذا الإنسان عندما يذكر الله عز وجل بهذه الصورة يشعر بتلك الطمأنينة، ثم تنعكس تلك الطمأنينة على كل جنبات حياته فيعيش مستقرا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو أمامة الباهلي، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هموم ركبتني، هموم أصابتني وحملت علي نفسي، وأريد منك الدواء. عندما يعرض حاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواء، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، يا أبا أمامة، إني أعلمك دعاء، أنا سوف أعلمك دعاء، سوف أصف لك وصفة سحرية، وصفة لا تشترى من الصيدلية ولا تنتجها أي شركة للأدوية، وصفة عبارة عن كلمات تقولها يا أبا أمامة، ولكن تعالوا لنسمع ما هي تلك الكلمات. قال: قل له: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء، هذا هو الشفاء. ولكن لماذا هو الشفاء؟ إلى أي مكان وإلى أي ركن وإلى أي صيدلية وإلى أي قوة أشار صلى الله عليه وسلم على أبا أمامة أن يذهب إليها؟ دله على شيء واحد: أعوذ بك، ألتجئ إليك، أطلب منك، أضع ذاتي عندك، لأنك أنت من تملك كل شيء، أنت الذي تملك العطاء، وأنت تملك صرف الهم، وأنت الذي بيدك كل ملكوت السماوات والأرض. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ألتجئ إليك يا الله أن تبعد عني هذا الهم وأن تبعد عني هذا الحزن. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الذي يملك أن يخرجك مما أنت فيه بعد أن تقف الموقف السليم هو الله، هو الله مالك هذا الكون كله. عندما تتقن فن الرجوع إليه يتقن أو تتقن فن استجلاب الدواء من المكان الحق ومن المكان الصائب. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك وألتجئ إليك من العجز والكسل. إن أصابني عجز أو أصابني كسل ولم أتحرك
إلى العمل المطلوب، ألتجأ إليك يا رب لتطهرني من هذا الأمر، ثم تعطيني قوة أندفع بها في عالم الواقع وفي عالم الحياة، حتى أستطيع أن أتحرك الحركة المطلوبة التي تخرجني من هذا الهم. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك أن أكون جبانا، أعوذ بك أن أكون ضعيفا، أعوذ بك أن أجبن أمام حركة تريدها مني وأعجز عنها بداخلي. أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك يا الله أن أصبح بخيلا مما يجلب علي هم. إن كان سبب هذا المرض العامي الذي أعاني فيه من الهم والحزن إن كان بخلي، أسألك يا الله أن تخرجني من هذا البخل. ثم قال: وأعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأعوذ بك يا إلهي من غلبة الدين وقهر الرجال. إن كان ما أصابني من هذا الهم ومن هذا الغم بسبب كثرة الديون، فأنت يا رب الغني، أنت يا رب من بيدك مقاليد السماوات والأرض، أنت المعطي وأنت المانع، أنت من تفيض علي. إن تحركت أنا في عالم الواقع من أجل الكسل، فأنا تحرك في عالم أنت رسمته لي، ولكنك قلت لي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأنا أتحرك في هذا الكون كما أمرتني، فارزقني يا ربي كما وعدتني. إن كان هذا الهم الذي أصابني بسبب فقري، أسألك يا أرحم الراحمين أن تغنيني بفضلك عمن سواك، أغنيني لأنك أنت المعطي. لذلك علينا في هذا الشهر أن نتعلم كيف نتحرك نحو هذا الإله سبحانه وتعالى الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا العطاء الذي ليس مقطوعا، ولو فكر كل فرد منا، لو فكر كل شخص منا، لو فكر أي عاقل بأن هذا الكون أوله وآخره بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، عندها سوف يعلم كيف يتحرك. لذلك وأعوذ بك من غلبة الدين، ثم أعوذ بك يا ربي من قهر الرجال. قهر الرجال، لا تجعل همي قهرا يمارسه علي أحد، لا تجعل همي قوة تمارس علي فأفقد فيها ذاتي وأفقد فيها كرامتي. أسألك يا أرحم الراحمين أن تفرج عني كل هذه الهموم. فيقول أبا أمامة أنني بعد أن قلت كل هذا الدعاء الذي علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يكن بي شيء، قد نشط من هذا الأمر وقد استجاب الله عز وجل هذا الأمر. لذلك أقول لنفسي أولا، وأقول لكل من يستمع ويشاهدنا ثانيا، هذه الصيدلية ليست لأبي أمامة وحده، هذه الوصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لكل الإنسانية، لكل البشرية، لكل إنسان يرى نفسه أنه عنده هم، عليه أن يتحرك فيسأل المولى سبحانه وتعالى: يا رب أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك يا إلهي من غلبة الدين وقهر الرجال. سكينة القلب هي الغذاء العظيم، سكينة القلب، طمأنينة القلب هي التي سوف تعطيك كيف تتحرك في هذا الكون. السكينة التي تأتي بها من داخلك، السكينة التي تأتي بها من خلال نظرتك إلى هذا الكون، عندما تكثر من العودة إليه سبحانه، عندما تكثر وتتعلم كيف تؤوب إليه، عندما تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، من مراقبة الله سبحانه وتعالى، سوف يصفو لك هذا القلب، وبعد صفاء القلب سوف ترى نفسك إنسانا سعيدا، تمتلك قوة لم تكن تمتلكها بالأمس، تمتلك عطاء لم تكن بالأمس تمتلكه، تمتلك هذه النفس البشرية التي تقول لك: يا رب أنا قوي بك، أنت القوي وأنا أستمد القوة منك. هذا هو
إرث رمضان وهذه هي ثمرة رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه ويتقبله منا ويكون خير زاد لنا نتحرك فيه في عالم الواقع. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.